هذا جمال عبد السعيد غالب المقطري، يحييكم من العاصمة الفرنسية باريس، وأتمنى لكم يوما سعيدا حيث بلغت درجة الحرارة اليوم في باريس إلى مستوى 40. وأنا الآن في طريق عودتي إلى المنزل، وهذا هو منزلي هنا في هذا المحل. هذا شارعي، وهذا جمال عبد السلام. يتمنى لكم يوما سعيدا. الحمد لله، ما يعني معناته بارد بسبب ولا غابة منزلية، يعتبر غابة بالأشجار الكثيفة المحاطة من كل جانب. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.